إخواني وأخواتي، إنما ننعم به بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه العقيدة المباركة والقيادة المسددة، ما كان ليكون لولا وحدة الصف ووحدة الكلمة ووحدة الرؤية من جميع أبناء هذا الوطن رجالا ونساء شيوخا وشبابا. لا بد أن نستشعر مسؤوليتنا جميعا للمحافظة على هذه النعم. الخطباء في وزارة الشؤون الإسلامية الحقيقة أن أعمالهم جبارة وتوجيهاتهم كبيرة، وما يقومون به في المنابر مشرف جدا جدا. ومن يقول أن المنابر مختطفة أو غير ذلك، لم تختطف الأقلية، ليست تختطف الأكثرية، ولكن هناك نوادر كان لهم ما كان وتم ولله الحمد تحييدهم وتنقية المنابر منهم، وأيضا كف أذاهم عنكم حتى لا يلوثون سمعة المنابر ويلوثون سمعة العلماء.